في نفس المستشفى مستشفى المشخاب حلول ترقيعية سريعة وافتتاح صوري دون اكتمال حقيقي لكل مفاصل المستشفى، حيث كشف مواطنون ووجهاء من أهالي قضاء المشخاب في النجف أن الحكومة تنوي افتتاح مستشفى المشخاب افتتاحا صوريا، علما أنه لم يكتمل لغاية الآن وتم تجهيز المستشفى بالأدوات الطبية القديمة والتقليدية وليست بأدوات جديدة. دعونا نتابع. اخوان، هاي المعضلة الموجودة بالمشخاب راح نشرح لكم عليها وبشكل مبسط ان شاء الله حتى توصل لاعلى مستوى عند المسؤولين. هذه مستشفى المشخاب اللي انتظرناها اكثر من 10 سنوات، لان احنا المشخاب عدد نفوسنا 120,000 نسمة، عندنا مركز صحي واحد. الان تمت هاي المستشفى وكمل بناها بعد جهود المتظاهرين ومتطلباتنا ومن رئاسة الوزراء، اعتنوا بالمستشفى وكملوها. الان وصلت الى افتتاحها. افتتاح هاي المستشفى راح يخلوه افتتاح صوري شكلي، لان الاجهزه ما كامله، صارت عمليات ما موجوده بها. الان قالوا ان صارت عمليات موجوده مفتوحه لكن الاجهزه عاطله، اللي ودوها للمشخاب وما استلمتها اعتقد صحه المشخاب، وموجوده 20 مليار دينار عراقي في صحه النجف موجوده للتجهيز. هاي ال 20 مليار وين يريدون يروحين؟ وين راح تودوهين؟ احنا نريد مستشفى كامله مكمله، بها صاله عمليات، بها طوارئ، بها سونار، مستشفى كامله. الاسره الموجوده اسره جديده نظيفه، لا تعتنون بالاثاث اللي يقعد بها المدير. طبعا اللي راح يستلم هاي الجهه المستفيده بصحه المشخاب تكون مسؤوليتها اذا استلم اي جهاز عاطل. احنا نريد فتح هاي المستشفى وباسرع وقت لان المشخاب محتاجها، لكن مو بشكل صوري. انتم تشوفون هاي الحدائق الموجوده، معتنين بالحدائق الموجوده، لكن داخل المستشفى ما راح تصير لا عمليه طوارئ، هم من حال لبس خير كانه مركز صحي ثاني. هذا العمل مفروض